السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنستأنف في تسجيلنا في المحاضرة الثالثة في Management in Physical Therapy. خلال المحاضرة هنتعرف على عدة مفاهيم زي أهمية المانجمنت في الـ Healthcare System، ليش محتاجين مانجمنت في أي نظام صحي، وكيف إنه أي Health Provider بشكل عام أو Physical Therapy Becoming a Manager أو يطمح أنه يكون مانجر. وبعد كده نقول why، ليش بيسعى أي شخص شغله الأساسي كلينيكال، وأنه من البيشنت كير ينتقل لموضوع من الميديكال مانجمنت، وعملية هل الترانزيشن هذه بتكون بسيطة ولا فيها تحديات، هذا حنتطرق له خلال هذه المحاضرة إن شاء الله. أول شغلة يعني نهينا فيها المحاضرة السابقة اللي هي management in health system why، ليش أنا محتاج management في health system. عدة أشياء من بتخص في موضوع هذا، واللي هو integration of health system program department، يعني إيش يعني تكامل أو دمج الخدمات أو البرامج الصحية والأقسام الصحية. لازم نعرف شغلة إنه في النظام الصحي أو في الإدارة الصحية ما فيش حدا يعمل لنفسه، أو إحنا كمنظومة صحية هي منظومة شاملة، فيش حدا بيشتغل يعني بجزر متناثرة أو بشكل فردي. فالمريض إنه بده مثلا كعلاج طبيعي دخل مثلا على الأقسام الداخلية، قسم مبيت عمل مثلا عملية ديسك، بعد الجراحة وبعد ما تستقر حالته حياخد علاج طبيعي في قسم مبيت، بعدين ينتقل لقسم خارج العيادة الخارجية بعد ما يتحسن حالته يكمل البرنامج. يبقى البرنامج تبعه حيكون في عدة أقسام وعدة في أقسام ومراحل متعددة، فبالتالي بدك تنسيق وعملية نقل أو اللي بسموها ترانزيشن أوف كير تتم بسهولة ويسر بالنسبة للمريض. فبدها نظام إداري يعمل أو يحدد الخطوات اللي تمشي فيها هذه العملية. كمان مثال آخر، إنه أي مريض بشكل عام يدخل المستشفى سواء في أقسام باطنة أو أقسام جراحة أو إلى آخره، قد يكون دخل القسم هذا ويتضح بعد كده إنه عرض على الأقسام الأخرى، مثلا تكون حالة باطنة ويتضح إنها حالة جراحة بعد استشارات، فبدها عملية استشارة من الطبيب الآخر أو في التخصص الآخر، فبدها هذا الكلام يتم تنسيقه ويتم إدارته ويتم توثيقه، لأنه يعني المواضيع هذه أحيانا بيكون فيها مسائل، المواضيع اللي هي بنسميها ميديكو ليجل، المواضيع القانونية، لأنه قد يترتب عليها أنك أنت إذا صار أي مشكلة المفروض أنك أنت عملت في النظام 1 2 3، ليش ما عملتش خطوات هذه؟ يعني في عدة يعني أشياء أو بنسميها خطوات لازم تتبع وتكون منظمة ومدروسة في أي عمل صحي بشكل عام. فيبقى لازم يكون في ترابط وتكامل بين الـ Health System Programs أو الـ Department بشكل عام. الشغلة الثانية اللي احنا بنشوفها اللي هي الـ Overload of Work وعملية الـ Distribution of Work، يعني عدد في كل المستشفيات الحكومية بشكل عام، لأنه الخدمة تقدم مجانيا والوضع الاقتصادي في غزة طبعا لا يخفى عن الجميع، فبالتالي الناس تسعى انها تدور على ارخص التكلفه في المصاريف العلاجيه. طبعا مش هتلاقي غير في المؤسسات الحكوميه هذا الكلام، فبتلاقي دائما المناطق زي فيها العيادات الخارجيه مزدحمه بشكل كبير، فلازم يكون في توزيع للعمل عشان يتم العمل بشكل مريح للجميع ويرضي الجميع، ما حد يحس انه في فريق من الموظفين بيشتغل اكثر من فريق. ممكن يتم عملية توزيع مثلا المرضى على أيام معينة في الأسبوع، أيام للميل، أيام للفيميل، أيام في خلال اليوم الحالات الصعبة تكون في وقت معين، الحالات الأسهل تكون في وقت آخر، وهكذا. فبتكون توزيع للعمل بشكل متساوي ومرضي للجميع. ثاني حاجة، أنه صار في تغير في الـ health needs والديماندز، وهذا اللي اتطرقنا إليها في أول شريحة في المادة هذه. دائما المانجمنت في صراع مستمر بين النيدز اللي لا تنتهي والضخمه جدا والديماندز اللي دائما بتكون محدوده. فدائما يعني زمان ما كانش المشكله الصحيه زي اليوم، يعني نسمع الاطباء الكبار اللي تقاعدوا انه ما كنا نشوف الامراض اللي بنشوفها والمشاكل الصحيه اللي بنشوفها في الوقت الحاضر، زي زياده في عدد حالات الكانسر، امراض
اللي هي الـ NCD اللي هي الضغط والسكر وازدياد أعدادهم، بعض المرضى يصابوا بجلطات سن صغير، فكتير في مشاكل مواضيع التأهيل ومصاريفه واحتياجاته بشكل عام، احتياجات ضخمة جدا. فكل هذه النيدز واللي بنطلب عليها يعني انه في ديماندز وتحديات كثيرة، فبالتالي هذا بدها جود مانجمنت عشان تعمل بريورتيز، أولويات. إيش الأولويات اللي تستحق إنك أنت توجه لها الخدمة؟ فبالتالي السبب الأخير إنه صار في تطور كبير في الهيلث كير ديليفري سيستم، وصار في تطبيق لنظم الإدارة الحديثة وأساليب الإدارة الحديثة بشكل عام، فهذا كله حسن من المنظومة الصحية في العالم كله بشكل خاص، وفي صار اختلاف فيها بالذات بعد تدخيل برامج المحوسبة والإي هيلث والبرامج هذه، ساعدت كثير في تحسن النظام الإداري والنظام تقديم الرعاية الصحية بشكل عام. طيب، إنه أي شخص هيلث كير بروفايدر بشكل عام أو فيزيكال ثيرابيست تو بيكامينج أ مانجر، هل هذا العمل سهل وممكن يكون يعني شيء عادي أو لا؟ هنلاقي إنه كثير من الفيزيكال ثيرابيست ممكن ياخذ الفرصة إنه العمل الإداري في أي ليفل، ممكن يبدأ عدم الإداري أو يمارس العمل الإداري أو المهام الإدارية في أي ليفل، سواء توب أو ميدل أو لور ميدل مانجمنت، أو يكون ياخذ كل الأدوار أول مانجيريال رول ان بزنس، لو كان هذا البزنس they own، يعني لو كان هو فتح مشروع خاص، مركز خاص فيه، فهو حيكون في كل الأدوار الإدارية الخاصة بهذا المكان، هتكون مسؤوليته سواء فنيا وإداريا. فيبقى بغض النظر عن types of healthcare organization، يستطيع الفيزيكال ثيرابي إنه ياخذ عديد من الفرص الإدارية، many opportunity to be managerial role ان من الليفل، او يكون هو ياخذ كل هذه القواعد الرولز الى في حاله انه كان المكان الاداري هذا او المكان اللي بيشتغل فيه هو الاونر او صاحب هذا المكان. ثاني حاجه حنلاقي انه بشكل عام قد يبدا اي شخص حياته مانجر، يعني تكون الظروف مهيئه، سواء ظروف البلد أو ظروف العمل اللي التحق به، أو بالذات في الفترات الانتقالية، لو كانت بلد بتعدي فترات انتقالية من نظام لآخر وما شابه، فإنه قد أي شخص تهيأ له الظروف بشكل أو بآخر إنه يبدأ حياته أصلاً على مانجيريال ليفل، يبدأ حياته مباشرة في مانجيريال ليفل، يعني من أبر ليفل أو سم ميدل ليفل مانجر may start their career directly into this position. وهذه موجودة يعني المواضيع هذه في كل العالم موجودة، إنه بعض الناس تتهيأ له الظروف بشكل أو بآخر إنه يبدأ مباشرة حياته أز مانجر، يعني ممكن يتعين، ممكن يكون له مكانه الخاص، ممكن هو يبدأ حياته مباشرة كمدير أو في ظروف معينة يبدأ حياته بشكل عام المهنية بالعمل الإداري. لكن هذا الكلام لو كانت مؤسسة كبيرة large health organization يختلف. ليش؟ لأنه إذا كانت المؤسسة كبيرة فمعناته المسؤوليات أكبر، ونظام فرصة الخطأ لازم تكون قليلة جدا أو معدومة، لأنه الخطأ في المؤسسة الكبيرة حيكون تكلفته كبيرة، لأنه لا يتعلق بشخص، حيتعلق بطاقم العمل في الإدارة في كل المؤسسة والمتعاملين معها. فبالتالي large health organization دائما بتفضل أنها to hire people with degree in health care management، بفضلوا انه يتعينوا ناس عندهم درجه علميه في health care management او health service administration مباشره على ويكونوا يلتزموا، كمان يكون في strictly بيكون في يكون عندهم managerial expertise، يعني عندهم خبره، بالذات لو كان هذا الحياه الشخص حيمارس executive level، حيكون في مجال تنفيذي، مدير تنفيذي، او يعني يستلم اداره عليا ما، بفضله دائما يتم عمل مسابقات ويختاروا. هذا كثير بنشوفه بالذات في المؤسسات اللي هي الان جي اوز هنا مثلا في مجتمعنا، بيقدموا اعلان والاعلان احيانا بيعيدوا الاختبار مره واثنين واكثر لما يلاقوا الكانديديت المرشح او المطلوب لهذه الوظيفه. دائما اللارج اورجنايزيشن بفضله دائما مين؟ الناس اللي عندهم شهاده علميه وزائد خبره عمليه
للمجال الإداري. طيب ليش، إيش اللي بخلي السبب، أو السبب اللي بخلي شخص يكون أساسه إنه هيلث كير بروفايدر، سواء فيزيكال ثيرابيست، أوكيوبيشنال نيرس، وات ايفر، إنه يسعى أو يكون بيسعى للمنصب الإداري أو يكون مانجر؟ في ناس بتحب إنه تسعى لشيء هذا لأنه بتلاقي فيها ذاتها، أو بتلاقي فيها السيلف ساتسفاكشن بتحققه عن طريق إنها تشتغل في العمل الإداري ويكون لها دور في المجتمع، بتلاقي إنه هذا يحقق لها السيلف ساتسفاكشن بشكل أكبر. في ناس قد تسعى إنه يكون لها نفوذ، أوكي، في إنه حيكون، حنلاحظ إنه ممكن يكون من تطور الأداء الطبيعي لأي مهنة، إنه يلتحق الموظف في مكان معين كموظف عادي ويتلقى أو يلتقي مع تطور أدائه في السلم الوظيفي وهكذا. فحسب مع إنه الصعوبة أو complexity and the challenge position can be daunting، يعني الكلام هذا إنه يكون مدير صعب وفي تحدي وكمان شاق ومرهق جدا، يعني كان بي دانتينج يعني شاق ومرهق جدا، لكن في المقابل انه بلاقوا انه العائد او الريوردز المكافأة اللي حيكون نتيجة انه له تأثير في حياة ميني بيشنت اند دوره في الكوميونتي فيري لارج او بيج، فبالتالي هو بحس انه انا بعمل بدل ما اخدم مريض واحد ويكون تأثير على فقط على شخص واحد، لا، انا لما اكون مانجر انا حكون مؤثر على عدد كبير من المرضى، حكون لي دور اكثر في المجتمع. فمن الناحيه هذه بنظر لها انه على الناحيه مثلا نسميها، احنا ممكن نقول عنها مصطلح برستيج او سيلف استيم بشكل عام. ثاني حاجه بقول لك انه الورك اوف مانجر لايك مالتيبلاينج ساتسفاكشن of direct patient care thousand fold، اللي هي النقطة اللي حطلت إلا سابقا، إنه بعض يرى إنه العمل الإداري أو بحقق له نوع من الساتسفاكشن بأضعاف بل آلاف الأضعاف من العمل الفني، وهذا موجود عند بعض الناس إنه بحس بالرضا زي ما قلنا والإنجاز، إنه عمل achievement good achievement نتيجة العمل الإداري وإنجازه لشيء معين على مستوى الإدارة، إنه قام ب تطوير الأداء، نقل المؤسسة نقلة نوعية، أصبح إلها دور رائد في المجتمع، بحس بقيمة العمل اللي أنجزه. ثاني حاجة أنه قد يكون الانتقال للمانجر زي ما قلنا نتيجة أنه بلاقي فرصة على البرود سفير أوف إنفلونس، يكون له مجال أو نفوذ، قد بعض الأماكن الإدارية بتكون مصدر للنفوذ هذا الشخص، يمكن يكون سعيه للإدارة انه من باب السعي للنفوذ ولا الوصول، في بعض يعني يكون بغض النظر هل شيء مشروع او غير مشروع، بغض النظر فبيكون هذا انه حابب يكون عنده تاثير ويكون عنده نفوذ. ثاني حاجه بعض الفيزيكال سيرا بتلاقي بتكون هذا الفرصه الطبيعيه opportunity to evolve، لتطور، فرصه لتطور الذات وتطوير النفس من البيشنت كير رولز والريسبونسابيلتي during course of their career، هذا التطور الطبيعي لأي مهنة، إنك تبدأ بدرجة عالية بعدين تنتقي برئيس شعبة مثلا يصير أدائك أحسن ويرضى عليك مرؤوسيك، بعدين تصير رئيس قسم مدير دائرة وإلى ذلك. فالالتقاء في السلم الوظيفي نتيجة الخبرات، نتيجة المهارات اللي بتكتسبها بشكل نورمال يعني وسلس، هذا بهذه الأسباب أو اللي خلي بعض ينتقل من العمل الفني البحت إنه يسعى للعمل الإداري. واضح يعني، يا اما بحب انه يكون لهم دور في المجتمع ولاقي تاثير او انه يلاقي العائد من تاثيره على المرضى، او انه رضا النفسي او ساتسفاكشن بحس انها اكثر بكثير، او يكون بيسعى للنفوذ والتاثير، او يكون التطور الطبيعي لهذا العمل او لهذا الشخص. طيب هل التنقل هذا يكون بسهولة ولا حيكون في تحديات الانتقال الترانزيشن، عملية الترانزيشن هذه هنلاقيها فيها عدة أمور تحدث في الانتقال هذا. بنلاقي إنه بعض الناس زي ما حكينا find themselves formally and deliberately seeking managerial position or independent practice، يعني بعض الأشخاص بيسعى من أول ما يتوظف أو يلتحق بمكان بيسعى بكل الجهود سواء نقول شرعية أو غير شرعية بكل الطرق إنه يصل
بشكل متعمد انه يصل لمنصب اداري. في شخصيات هيك طبيعيتها انا بحب اكون اداري، بدي اسعى بكل الطرق الممكنه والغير ممكنه للعمل الاداري، وان اكون مدير واكون وكذا كذا، او يكون يعني له اندبندنت براكتس بيمارس فيه عمله الخاص. بينما الاخر يجبر او يقنع انه يكون له مانجيريال رول اللي بيكون متردد في قبوله. يعني البعض الاخر ممكن يكون من منظور الناس انك انت افضل شخص لهذا المكان، بس هو متردد او عنده رغبه انه يضل في العمل الفني اكثر، فبالتالي يتم اجباره او اقناعه انك انت انصب شخص لهذا العمل الاداري المطلوب فيه. سواء الشخص كان بشكل متعمد او اقوله بشكل رسمي سعى للمنصب الاداري، او تم تعيينه او تم اختياره، الاثنين حيواجهوا نفس التحديات في عمليه الانتقال، حيكونوا face the same transitional changes او challenges. حيكون انتقل من مرحله البيشنت كير العاديه انه بس بنتقل يتعامل مع مريض، حيشوف المانجيريال فانكشن البلاننج والاورجنايزنج والليدنج والكنترول، كله حيكون حيتعامل مع الاشياء هذه، المفاهيم اللي تكون جديده بالنسبه له. فلامبوردي احد العلماء في المجال الاداري عرف الترانزيشن هذا بالخمس نقاط تقريبا هنتطرق لهم. Identify this transition as moving from، الانتقال من، اول حاجه self direction to selfless service، انه ينتقل من انه بس مسؤول عن نفسه اهتماماته الذاتيه نقول، وتوجيهه الذاتي لنفسه اهتماماته وطموحه في الكارير تبعه، لا يكون لسيلفلس سيرفيس، للتفاني في خدمه المؤسسه وخدمه الزملاء في العمل. فبالتالي حيكون العمل هنا في انه يشتغل في حيعتمد مانجيريال وورك، بيعتمد على اون هايلي فاريبل اند انبريدكتبل فاكتورز. يعني ايش هايلي فاريبل اند انبريدكتبل فاكتور؟ دائما احنا في قطاع غزه تحديدا من بداية 48 إلى اليوم، العنوان تبع النظام الصحي تبعنا اللي هو emergency. دائما النظام الصحي في قطاع غزة بشكل عام وفلسطين بشكل عام بيواجه emergency situations، بيواجه تحديات طارئة، ودائما في عوامل بتجبر القطاع الصحي انه يتوجه في اتجاه معين، ويكون توجه الإدارة لاتجاه معين. مثال فترات احنا مثلا ان يكون الهدف مثلا الصحي العام مثلا انه زياده الوعي مثلا لمشاكل صحيه او توعيه الناس، بينما بيصير عندك احداث ويصير عندك مصابين ويصير عندك مشاكل ثانيه، بيصير توجه كل التوجه الاداري لهذا الشيء. وهذا بنعيشه احنا في كثير من الحالات او شفناه في كثير فترات عدت علينا. مثلا الفترة السابقة مثلا كان مظاهرات العودة مثلا وإصاباتها وما شابه. فترة من الفترات دائما يكون عندنا اقتحامات ويكون أحداث ويكون حروب. فترة ثانية يكون الوقت احنا عايشين مثلا في موضوع الكورونا وما ترتب عليه من تغيرات. فهذا كله دائما في unpredictable variable بتأثر على كل مؤسسة وعلى كل منصب إداري. لا مش انه يكون بس انه شغله انه بس يكون on specific more، يعني كأي شخص إداري more specific professional needs and desire that drive professional performance، بتركزش على فقط ذاته وطموحه الشخصي، أصبح اهتمامه إنه هو يكون dedicated مخلص أو مؤثر أو كل شغله للمؤسسة هذه. الانتقال الثاني حيكون من الاوتونومس كنترول تو السيركمستنشال كنترول، حينتقل من الاوتونومس انه بس مسؤول عن نفسه و يعني زي يقول مدير نفسه في حاله، لا اللي بتديره السيركمستانس الظروف المحيطه. يبقى وهذه بتتفق مع النقطه السابقه انه المانجر ديبند ان العمل الاداري يعتمد على unpredictable circumstances، ظروف غير متوقعه دائما بتصير، فبالتالي وسيتويشن غير متوقع، مش زي حاجه معرفه اسايند كلاس كيس لود، انك انت تشوف الكيس لود اللي انت معتمد عليه والعبء الاداري او عبء او الجهد الفني اللي متعود عليه. لا انت حتواجه unpredictable circumstance
وسيتويشن، وبالتالي حيكون ما حدش بتطلع على انت كم حاله اشتغلت ونفذت وايش البرودكتيفيتي اللي سويتها. فبالتالي هنا حيكون الفلكسبيليتي مور كريتيكال، ما عندكش طرف الخيارات انك انت مثلا بتعالج بس حاله او عندك خيار انك واحد اثنين ثلاثه، لا قد تكون خياراتك احيانا ضيقه واختيارها بده يكون في بعنايه اي خيار انسب لهذا الموقف اللي احنا فيه. فبالتالي العمل الاداري عشان هيك بقولنا لازم يكون عنده دراسه عن البيئه المحيطه بشكل جيد، ويفهم المجتمع اللي هو فيه واحتياجاته وتطلعاته، مش حيكون تفكير فقط في اللي تعود عليه بس هو يعالج حاله معينه من A to Z، يعمل بلان اوف تريتمنت وكذا كذا كذا، لا حينتقل لعمل اخر. والشغله الاخرى انه حينتقل من الكوانتيتيف للكواليتيف اوتكم، حينتقل من التقييم او الاداء الكمي للنوعي. دائما كوانتيتيف من كوانتيتي يعني بتطلق للعدد للارقام للميجرمنت، بينما الكواليتيف يعني جوده، يعني شيء منظور يعني الى حد ما، مش حاجه حسيه زي ما احنا متعودينها تكون يعني بس قديش ارقام وداتا وما الى ذلك. وتعتمد الكواليتي على البرسبشن اوف اذر، كيف الاخرين يرى هذا الشخص، هل نجح في عمله الاداري، هل التقى بالمؤسسه اللي هو بيعمل فيها، هل اصبح في فرق كان بين وجوده او عدمه. فبالتالي الافورت اوف مانجر بيعتمد على برسبشن اكثر شيء rather than clearly defined measure، مش زي مثلا العمل في الكلينيكال انك بتقيم مريض مثلا باستخدام المسل تيست، اوكي انه قديش واحد 3/5 4/5 مثلا كميجرمنت واضحه ولك صريحه، لا هنا حيكون هل صار تاثير ايجابي او سلبي من وجود هذا الشخص، هل في فرق او ما او غير او ما فيش فرق. فبالتالي حيفتقد اللي بيشتغل في العمل الاداري اللي بنسميها الاميديت جراتيفيكيشن اند ريورد من الستيلر بيرفورمانس اللي بيكون في العمل الفني بشكل عام. لما احنا نشتغل مع مريض ونبدا معاه من مرحلة البيد ريدن ويتحسن شوية شوية ويصير يعتمد على نفسه في الاي دي الاكتيفيتي ويكون ديبندنت ويخلص برنامجه العلاجي ونظرة الرضا منه وامتنانه للعمل اللي انت قمت فيه، هذا الكلام مش هتحس فيه بالوقت في العمل الاداري. رح ينتقل من الاميديت جراتيفيكيشن اللي هو نتيجة الستيلر برفورمانس اداؤه الممتاز اللي بيكون نتيجة إنتاج جديده انه تحقيق للأهداف اللي هو لأهداف مع المريض اللي هي productivity goal and patient outcome measure اللي بيكون في الهيلث كير بروفيشنال، حتكون diminish حتتضاءل اللي بحس فيها هذه اي مستوى اي عامل او اي موظف مباشرة بيشتغل مع البيشنت فيس تو فيس، مش حيكون في زيه زي المانجر بالشكل في الوضع هذا. الانتقال من indefinite clinical criteria to overall comprehensive goal، حينتقل من clinical criteria انه بيشوف كيس مع الدياجنوز واضح مع الساين وسيمتوم واضحة، مع بالتالي على حسب الساين والسيمتوم هذول حيعمل هيحدد البروبلمز وبناء عليها هيحط method of treatment ويبدأ يعمل نفس تنفيذ لهذا التريتمنت. يعني ايه يعني clinical criteria واضحة ومحددة، هيتقل لأوفر أول كومبريهنسيف جول، يطلع انه يطلع على الجولز بشكل اشمل لهذا الاداره او المؤسسه اللي بيشتغل فيها. وبالتالي حيكون البرفورمانس كريتيريا للمانجمنت اوفتن جراي اند فليكسبل، دائما بالمنطقه الرماديه ويكون فيها الى حد ما فليكسبيليتي. ليش؟ لانه دائما حكينا اورجانيزيشن تشينج، المنظمات او الادارات بشكل عام تتغير نتيجة التغيرات الاجتماعية وتغيرات المجتمع اللي بتصير، ففي تغير دائم في حالة المؤسسة اللي بيشتغل فيها. فبالتالي لازم يكون المانجر ريسبونسابيلتي حتلاقيها فلكتويتد تتأرجح حسب الاحتياجات بتاعت المؤسسة. فدائما ممكن يكون التوجه اليوم انه مثلا يكون لرعاية الأطفال المعاقين، ممكن يصير التوجه بعد كده للمصابين، ممكن يكون التوجه بعد كده يختلف لرعاية مثلا مشاكل الطفولة والأمومة. فحسب التغير اللي بيصير
بدها تكون تتغير او اهتمامات الاداره واهتمامات الناس اللي مقائمين على هذا العمل. فبالتالي راح انتقل من كلير جوب ديسكريبشن وكلينيكال اوف كلينيكالز اللي هي بتكون فيها بشكل عام انت مسؤول عن تقييم مريض وما الى ذلك، حيكون لا مور امبيجوس اكسبكتيشن، اشياء غامضه وتوقعات غامضه، امبيجوس يعني اشياء غامضه او توقعات غامضه من الاخرين. يمكن على في هذه النقطه على تغير المنظمه organization change موضوع خارج السياق الى حد ما. كنا بنسمع سابقا عن شركه نوكيا للجوالات، كانت هي المسيطره على الاداء وعلى السوق في كل العالم تقريبا. بعد سيطرتها التامه على سوق الجوالات وما الى ذلك، اليوم ما حدش بيسمع عنها. ليش؟ لانها ما انتبهت للتشينج اللي بتصير، وما انتبهت لتطور اللي صار في موضوع الشاشات وتاثيره على العمل. فبالتالي اندثرت تقريبا او اختفت هذه الشركه بشكل كبير، او حل مكانها اليوم ماركات تانية في الموضوع زي موضوع الجوالات. فهذا قديش الاورجانيزيشن بتشينج دائما، والمؤسسات تتغير وطبيعه العمل بتغير، فلازم الاداره يكون عندها دائما بعد نظر ووعي لمتطلبات المرحله اللي هي فيها. فبالتالي ينتقل الشخص اللي اتعمل من المنظور الاداري، او انتقل عفوا للعمل الاداري، بينتقل من removed from patient and individual outcome. هي خلص موضوع البيشنت والانديفيدوال اوت كم، هذا بده ينساه خلص صفحه. هذه بدها تكون ايش؟ مرحله جديده في حياته. حيكون انتو حينتقل لايش؟ فاسيليتيشن او فاسيليتيتنج اذر اند بيلدينج نتورك ان برود هيلث كير اورجانيزيشن. حينتقل من موضوع الرعايه الفرديه لمريض مريض، لا انتقال انه تسهيل عمل الاخرين ويبني علاقات للمؤسسه اللي بيشتغل فيها مع المؤسسات، يعني زي ما بسميها تشبيك بين المؤسسات اللي بتتشارك في الاداء والاهداف والغايات او اللي لها علاقه في عمل هذه المؤسسه. مثلا اذا كانت احنا في العلاج الطبيعي والتاهيل، فبده يكون مثلا توزيع للعمل بين المؤسسات الاخرى المشابهه، تقسيم لمناطق العمل، يكون في تعامل مع الادارات الحكوميه المختلفه وما الى ذلك. فانتقال هذا the transition to manager certainly involve new opportunity or exciting opportunity for acquisition of new skill and new duties. فبالتالي انتقال للعمل الإداري حيكون فرصة جيدة لأنه يكتسب مهارات وأشياء أو علوم جديدة في حياته، ويتعرف على واجبات جديدة. فيبقى تطرقنا في هذا الجانب لأهمية النظام الصحي، ليش أهمية الإدارة في النظام الصحي، وكيف الشخص بيكون مانجر، وليش بيسعى لأنه يكون مانجر، وكيف عملية الانتقال والتشالنجز اللي بتكون في هذه المرحلة أو هذه الانتقال، إيش التحديات اللي حيواجهها. أتمنى يكون الشرح وافي للجميع، ونستأنف في اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم.